شاري السلعة تو من السوق. والله عندي واحد يحب مني 150 مليون، لا نجمت نخرجهم، والله لا نجمت نخرجهم. عملت له تحويل من كونت الكون باش نهزهم له فيدي، ما نجمش. والله عندي فوق ال 180 كعبة على الوش، إلا دخلت كعبة للسوق. عندي 180 كعبة اللي دخلت منها كعبة للسوق. هاي عندي في الجراج، تعرف وقاعدة في الجراج. ليش كومش نبيع؟ شنو اللي يخليك تعمل هذا؟ هيك تهز السوق ما تنجم تروح بالفلو. تهز تبيع ما تنجمش تروح بفلوس، فلوسك ما عندكش الحق فيه. كره بيفركت وهيلك، اللي يبيع فزات له وشراب يعدوه، واللي يبيع يخدم على روحهم يعدوه. انا يعني نخدم بين السرس والقصريين والشيرات هذيك، بطلت ما عادش نمشي. منيش؟ بطلت ما عادش نمشي على الفلوس. واللي يخبي يضرك شيء ما عادش، اللي يشدوه في كل فلوس، فلوسك ما عادش عندك الحق فيه. مصاصت الخدمة مصاصت. فهمتنا؟ العلو شاو بليش العلو غير العلو 1500 و1200 غير العلو 3 شهور و4 شهور التالي نشرو فيه رباي نحن بمليو 3 شهور و4 شهور نشرو فيه الرب وفيه بك. فهمتني الشعير يجيبوا فيه عندي بونو بعمري ما خذيت بيه يعطيني في شكارتين شعير ما يعملوا شيء شكارتين شعير فهم برش حسابيات الدولة ما يشمت لفتة للفلاح جنب الدولة والسهولات المعنية شنو واحد يبيع تو في الرحب تطلع بفلوس كيف هكا لك انا بطلنا الرحابي ما عادش نبيع كان جيت تبيع في الدار نبيع وما كانش ما عادش نبيع تهبط البطوار تهبط اي سوق مش تبيع تقول نبيع في السوق ونروح بالفلوس ما عادش نجم تروح بها فلوس ما عندناش حتى حقوق هنا في تو فلوسك ما عادش عندك الحق فيها برشا حسابيات برشا الزوالي اللي عنده عيلة ما عادش ينجم يخدم برشا عباد اللي الزول باش تسرق دولة الزفاية باش يسرق برشا حسابيات الزوال اللي يخدم الدولة مركزة معها برشا والبطال في القهوة ما تلوش علي فهمت اللي قاعد يخدم وبعرق جبينه ولقد في خبزة ولاده مكبشين في ما عادش ثم خدمة فيته مصادت برشا إن شاء الله ربي يجريها على الصلاح سيبونا في الكياس خلينا نخدم علاش تفكونا في فلوسنا هذا اللي حاجتي به وفرونا العلف وسيبونا خلينا نخدموا في الكياسين شنو تفركتونا في الكرهبنا يعني هو القانون اللي يمنع الواحد فلوس يعني هو شكون هيك ما تنجمش تعيش في تونس ما تهزش فلوس تحت منك ما تنجمش تخدم تمشي الفلاح ما يعرفش حتى يكتب اسمه شكون مش يعطيك بشيك ولا بحاجه ما يعطيك حد سلعته بليه وانت بفلوسك وان شاء الله تشري خلي من غير فلوس كل مش مثلك سلعته من غير ماش خدمة بساطة جملة علوش بينصير الواحد كرهته فيها العبيد الحق الدولة كرهته فيها برشا علوش علوش نحن فلاحة ما نجموش نبطلوا هذا كده مزروع في الدم نتاعنا فهمتني بتبيع حدا ما نحن ما نشا السادة ولا معلمين ولا حاجة هذيك خدمة هذيك سواء بالخسارة نخدمه وبالربح نخدمه هذيك هي خدمة فهمت وفرنا شوية شعير ويرجلونا أمور نخلي العباد تخدم على أرواح ما عاش ثم مربو ما عاش ثم مربو عباد بيت البر ما كلها الصقعة تعس على السعي على السرق وعلى الواحد الدولة تلز فيهم باش يسرق هاي الدولة كبس عليهم تلز في العباد باش تسرق عليه جي يخدم يحوز وجي يعمل حاجة يحوز تو انت تو في وقتنا تو تريشي واحد يخمم في عرس تريشي شباب يخمم في عرس ما ثمش ما صعبة الدنيا ما عاش ينجم ما عاش ينجم عباد عمرها في الخمسين في الأربعين ما مخممش في الآن لو تجي فرصة اليوم تبدل المهنة بتاعك بدل المهنة نبدل ايه استفنا على الفلاحة نبدل ايه مزروعة في الدم بتاعنا ما نجموش بدل ما نجموش نخدمه حتى خدمة عبارة حوت خرج من البحر ميت بيان سي
انا تولدت في امراه تولد انا تولدت تحت في السعي وتولد امراه تاع السعي شنو امراه وتولدت في وسط الغلم وفي وسط البقر اما الدنيا انا قلت لك حتى واحد ما نجم يبدل خدمته كذاك مغروم بحاجه راه حتى واحد ما نجم يبدلها والله ما اكثريه الشعير والاسواق خدمه الاسواق ما عندناش شيء ما عندناش ما ثماش شعير ندعم نخسر يا اخي ما ثماش الشعير يعطوا الشعير المدعم تاخذ فيه فلان وفلان وفلان يعطوا فيه بالوجو ثم المشكون ما عندهش سعي فرد مر ويشري ياخذ في الشعي اللي عنده السعي ما ياخذش واللي ما عندهش السعي والله برشا مشاكل برشا مشاكل تو الشعير كنت الشعير ب 120,000 يشري تو رباي نشرو في العلوش ب 800,000 تو نطلعوا نبيعوه قداش مش نبيعوه يقعد 6 اشهر عنه قداش يوك العلوش يوك في 3000 فرنك يعملوا حسابه 6 اشهر قداش يوك برا طلعوا تو وخبوك تلقى حتى السوم اللي شريت بيه 4 اشهر لتين في رمضان قال العلوش ب 900,000 نشرو فيه ربا ربا يعني مش نربطوه للعيد تو ب 900,000 برشا مشاكل بالكل تعاني في المشاكل الدنيا صعبة برشا والمناخ في سد والدنيا برشا حاجة ان شاء الله ربي يقريهم وكا ان شاء الله يقروا يبعدوا ويشدوا مهنة أخرى تمشي تمشي معاش تلقيها الساعة يا ضي معاش تلقيها بتبيع والله ماشي ماشي مضايق لعبات الشهافية كليها السكينة الساعة وكليها برشا حسابين بتبيع سعينا هزته تزاير هزته مشي ياكلها سكين نعجب وينحولها ولده ويذبحها بتبيع اخي عباد تتخت من نعج الحم نعجة رباي ما تبيعش ونعج الحم تتبيع ذاك هي نعجة الحم ما يخلصش الفليح في الوقت هذا بحكم العلفة عنا على ليش مربي الغلم ما ناش خالصين فيها جم شكل عالفة مشاكل فلوس في الطريق برشا مشاكل تبيع هوشك ما تنجمش تروح بالفلوس برشا مشاكل بتبيع ما نساعدني واحد مش يعبط يشتري علوش يهز معاه فلوس ما عادش ينجم يهز حتى واحد ما يبيع لك بشيك ولا يعطيك سرعة تبليه فهمت كلها تحب فلوس على الطاس حتى الشيك ما عادش يقضي شكون فلاح تو مش يعطيك ثم عباد ما تفهمش في الشيكي فهمت تو الديوان اقل تعدى تمشي للطريق بعيد السرس ولا الكيف يفكوا لك فلوسك فهمت معاش العابد معاش بوزغار معاش ينجم يخدم تهبط تبيع هوشك معاش تنجم تروح بفلوس.